مساء الخير، اسمي شريف العبد، جاي النهارده اكلمكم على موضوع اسمه دور على قمتك. كتير قوي من اللي يعرفوا شريف في مصر وعلى السوشيال ميديا انه متسلق جبال ارتفاعات عاليه، بس حابب اعرفكم الاول على نفسي. انا مهندس مدني، اتخرجت من 16 سنه في كليه الهندسه في مجال تخصص اداره المشروعات، وحاليا بشغل وظيفة في دبي، عايش هناك بقالي 10 سنين كمدير إقليمي واستراتيجي لتطوير أنظمة إدارة المشروعات والابتكار في مجال إدارة المشروعات في أكبر شركة متخصصة في ده في العالم. طبيعة شغلي بسافر كتير جدا لكل دولة في العالم تقريبا، بحضر مؤتمرات، بشتغل مع فرق كتيرة، بدير فرق كتيرة حوالين العالم. طبيعة شغلي سهلت لي كتير إن أشوف أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال إدارة المشروعات لأكبر الشركات، الاستثمار العقاري وشركات الأويل أند جاز في العالم. بس بدأت شوية أفكر في تغيير الروتين من حياة العمل الكاملة كل يوم وكل ساعة والسفر، وأبدأ أفكر في الرياضة. ما كنتش رياضي بطبعي في الماضي، بس بدأت في أول 2015 أقول خليني أضيف تغيير شوية وأعمل توازن في حياتي ما بين العمل وما بين الرياضة كمان. بدأت موضوع الجبال لأول مرة من حوالي 4 5 سنين بالمشي الطويل، أو اللي أنتوا عارفينه إن اسمه الهايكينج، وبدأت التجربة والرحلة تزيد مرة بعد مرة لغاية ما بدأت أدخل في مجال تسلق الجبال. مايو اللي فات شرفت بأن أكون المصري الثاني في التاريخ اللي يتسلق قمة جبل إيفرست بعد فترة كبيرة جداً 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 من التدريب والتمرين. حياتي تماماً كانت train work train، بتمرن بشتغل بتمرن، شغلي مش أقل من 10 إلى 12 ساعة كل يوم، وتمريني لإيفرست كان مش أقل من 3 ساعات يومياً. في الويكند جمعة وسبت دايما على الماونتنز في الإمارات بنتمرن من 10 إلى 12 ساعة جري هناك. رياضتي المفضلة حاليا هي ممكن تكون الجري في الأيام العادية. من 5 سنين بس ما كنتش بجري، أول مسافة عملتها كانت 5 كيلو على الطريق أو الرود رانينج، لأن بحب فعلا الجبال. وبدأت أفكر في إيه تاني ممكن يتعمل على الجبل، بدأت مع مجموعة بتبدأ تجري على الجبل حاجة اسمها ماونتن رانينج أو تريل رانينج، أكيد سمعتوا عنه. تريل رانينج مسافات طويلة، ارتفاعات، حاجات فنية كتيرة جدا. فأول مرة بفكر فيها في الجري، في ناس بتعمل فول ماراثون أو ماراثون كامل 42 كيلو، لا دول أكيد مجانين. دماغي ما كانتش قادرة تستوعب المسافة دي أبدا في الأول. بدأت التجربة على الجبال، بتعلم أكتر لأن بحبها أكتر، وتخصصت في مجال جري المسافات الطويلة أو مسافات التحمل من مرحلة واحدة. أطول مسافة جريتها كانت 110 كيلو من مرحلة واحدة في يوم واحد في 24 ساعة. من ضمن الحاجات اللي ممكن تفكر فيها، إزاي ممكن تكون بتوفق ما بين شغل بالشكل ده، سفر من 3 لـ4 مرات في الشهر لكل مكان في العالم، وبتتمرن صبح وبالليل وبتتسلق كمان جبال. الحقيقة هي الديديكيشن، أو إنك تكون فعلاً مسؤول وحابب اللي أنت بتحبه. القمة مش لازم تكون دايماً في إن أنت تتسلق جبال، القمة ممكن تكون في أي رياضة أنت حابب إن أنت تمارسها. ممكن تكون قمتك في ركوبك للعجلة، ممكن تكون في الجري، بس اوعى تتعامل مع الرياضة على إنها هواية. الهواية هي إيه في الرياضة اللي أنت مفروض تمارسها؟ الرياضة مش حاجة ثانوية في حياتك. القمة الحقيقية من وجهة نظري اللي ممكن أي حد يقدر يحققها، هو إنك إزاي تفيد مجتمعك، عيلتك وبلدك بالحاجة اللي بتعملها. من 5 سنين فاتت ما كانش عندي أي مقدرة إن أنا أبدأ الحاجات دي. giving back بالنسبة لي، أو العطاء للبلد وللمجتمع، هي أكتر حاجة بحبها. أطول وقت بقضيه مع الأطفال في مصر وبره مصر، بقعد اكلمهم على التسلق، يلا نجري مع بعض، يلا بتحبوا تلعبوا ايه من انواع الرياضات،
أجمل وقت بقضيه بعد كل قمة بتسلقها في أكثر من 15 دولة تسلقت قمم في العالم، برجع كل مرة أقضي معهم وقت. تريل رانينج أو الجري في الجبال، فكرت في حاجة ممكن نقدر نعملها في مصر. للأسف عمرنا ما عملنا جبال أو مسافات جري طويلة في مصر، وعندنا سيناء أجمل مكان ممكن نجري فيه. دول كتيرة جدا حتى في العالم العربي بدأوا قبلنا وعملوا ده. بفكر إنه ليه ما نبدأش نعمل أول سباق جري جبلي ذو مسافة طويلة في مصر، ونحط فيه كل الطاقات وكل الخبرات اللي قدرنا إن احنا نكتسبها من كل المسابقات اللي احنا عملناها. لو كنت فاكر إن أنا بدأت بداية طبيعية أو حتى بداية من الصفر، فأنا actually بدأت بداية قبل كده كمان من 10 سنين. ده ما كانش حد تاني، ده كان أنا، 50 كيلو زيادة. أجمل حاجة وأكتر حاجة أجمل حاجة وأكتر حاجة ببقى مستني أي حد يسألها لي، سواء كان في مؤتمر بتكلم فيه أو في أي تجربة ناجحة في العمل أو في الرياضة، على أي حاجة أنا بحب أسمعها، مش حققتها إزاي أو عملتها إزاي. والله لما حد بيقول لي أنت منين وبقول له إن أنا مصري، ابدأ النهاردة. شكراً.